بصير في هيك ايفنتس الكل بيتشجع وبينزل يعني سو بصيروا فريندز يعزموا بعضهم ونتعرف على قصص جديده. انا بتابعي يعني اي لاف تو نو مور اباوت هيب هوب. ما عندي فكره عن الموضوع انه فرصه كبيره لانه بتفتح باب للاندر جراوند. بالنهايه الموسيقى هي بتعبر عن حياه لرايي و بالنهايه شيء فن سو هلا بتشوفه شيء حلو بيطلع. وانا يمكن بدي اكون غير شيء بالدنيا نكون مهندس او حكيم بس انا من خير جبلي بطول مصلح قد ما افكار جبلي ما قصدي هينا الخي هي مش الي ليش لقتلي ليش لقلتهي عم صميم احنا مقطع وبس انتهي كيوت شعر فيها باسئلتك تلتقي خط عليه انت النقابي ليبس الكاب على راسي كأني ركب على سطح السيري مش سطحي عمودي فكري بافكاري كسر سقفي في مواقف من اكثر من تقلي مصلحه ما تعلمتها علمتني اخطائي عم رقع في قصص معجونه. مجموعة من الصبايا والشباب حملوا بفنهم قضاياهم الاجتماعية والسياسية والمعيشية ونقلوها عبر الرقص والغناء والرسم لجمهور الهيب هوب. فبنسخته الخامسة انطلق مهرجان فنون الشارع لنظمه المعهد الفرنسي بلبنان، فكان اليوم الأول من البرنامج براديو بيروت الجميزة. في كتير فنانين وفي كتير عالم عندهم موهبة كتير بتعقد يعني وشي قوي كتير، ونحن هون لنرجع نذكر الشعب اللبناني انه بعده موجود الفن بلبنان. سو كثير مهم العالم تعرف من وين جايه هيدي الموسيقى وكيف الكالتشر تبعها بالرسم بالغنى وبالراب وبالرقص. بس يكون عالم بحبوا الشيء اللي بنعمله لانه بناخذ مثل الانرجي منه نحن عم نرقص، بكون بس يكون في انرجي حلوه بيكون في انرجي حلوه منها كمان على ستيج. انه العالم رح منا كثير بتعرف الهيب هوب بتفكروا شيء غلط، واتس كالتشر هو يعني هو مثل نوع من ثقافه، يعني اتس سمثينج لازم العالم تتعرف عليه. Open the dead and the dead and the rings and the sun. Just that one thing, it came to me when I thought it wouldn't. So right into my arms, like a loving woman. Look within myself, that chorus in the newspapers. Made words out the letters in the soup. Spill words to get the bar in the hoop, ayy. To get the bar in the hoop. Full court attempt to get the bar in the hoop. It's just that one thing, it's just that one thing. فرقة The Five Elements قدمت عروض متنوعة من فن الهيب هوب، من رسم الجرافيتي لعروض الكاليغرافيا لأغاني باللغة العربية والأجنبية، حيث هدف هالحدث إلى عرض فنون الشارع وتظهير هالفنون وتبيان الغنى والدينامية اللي بيحتويه فن الهيب هوب. بلبنان بيعتبروا الهيب هوب يمكن شيء للشوارع او شيء منه انه كثير انه راقي او مرتب، مع انه بالعكس في ثقافه كثير حلوه وشكل فرصه للواحد يعبر عن نفسه. اصلا هو انخلق كرمال هول الوسط، يعني هو انخلق الهيب هوب كرمال انه يحكي المشاكل عن العالم اللي ما بتحكي فيه. كثير بينحط وقت وشغل وكثير ناس بتنبسط انه تسمع شيء they can relate to، فمشان هيك بصير شوي فن على شوي مواضيع جديه بتنحكى، مشان هيك مفروض تكون بتاثر بكل واحد بينتبه وبيفهم شو عم بينحكى وشو عم بينقال على ستيج. بتسمح لناس انه تكتشف ستيل جديد من الميوزك والاجواء، تتعرف على بعضها، وبتفيد العالم يلي ما كثير بتسمع هيب هوب انها تصير تسمع نيو تايب موسيقى.